السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بنتين يدرسون في صف واحد أولى ثانوي، واليوم امتحانهم امتحان إنجليزي. من العادة أني إذا جاءوا يوميا أسألهم ايش سويته ويقولون الحمد لله، بس اليوم ظاهر عليهم شعور ومشاعر غريبة وهي الراحة والاستئناس. شو السالفة وش الذي صار؟ علموني الذي صار، قلت أعلمكم إياه. قالوا دخلنا إلى قاعة الامتحان فوجدنا على طاولة كل طالبة من الطالبات هالمظروف هذا، شوفوا مظروف جميل جدا وعليه اسم الطالبة ورقم الجلوس. يا ترى ممن هذا المظروف الجميل؟ المظروف الجميل من أستاذة المادة، مكتوب بخط اليد، وكل طالبة كاتبة لها كلام يختلف عن الكلام الذي كتبت للطالبة الأخرى. كم صف؟ سألت بنتي عندكم، قالت 6 صفوف، وفي الصف تقريبا 30 طالبة، 30 في 6 يعني يصير تقريبا 180 طالبة غير المنازل. ولاحظ يعني كتبت 180 مظروف، أكيد عندها أسرة وأكيد عندها عائلة وأكيد عندها مشاغلها، لكن حقيقة أستاذة جديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير. خلوني أقرأ الذي كتبت للبنت، كلام رائع وكلام جميل أعجبني يعني، وحقيقة يعني ما قلت لكم هالكلام إلا أني معجب كل الإعجاب ومقدر كل التقدير لهذه الخطوة. قالت ابنتي شهد العسل الناجح في الحياة، شوفوا الكلمات شلون جميلة، دائما يبحث حتى يصل إلى الأفضل. كم أنت رائعة وشجاعة يا شهد، استمري يا ابنتي وسوف تصلين إلى القمة، أنت رائعة بهدوءك، وفقك الله، معلمتك خديجة الرمل. الكلمة الثانية أقراها لكم حتى تعرفون أنه الكلام يختلف من طالبة إلى طالبة. قالت ابنتي فاطمة أنت جميلة بأخلاقك العالية وهدوءك، اجتهدي ولا تترددي، كم أنت بطلة وقوية يا فاطمة، وفقك الله، معلمتك خديجة الرمل. كلمة أوجهها مني شخصيا ونيابة عن جميع أولياء أمور الطالبات في المدرسة الثانوية بالفضول، أقول لك كل التقدير ولك كل الاحترام على هذه الخطوة، وهنيئا للوزارة وهنيئا للمدرسة وهنيئا للطالبات بمعلمة مثلك، أكرر شكري.